خلال ندوة حول موضوع نموذج المغرب لمجتمع مسالم متسامح ومفتوح للعالم، أبرزت نخبة من الساسة والأكاديميين والفاعلين الجمعويين أمس السبت بأكادير الدور الريادي للمغرب في الترويج لقيم التسامح والحوار والعيش المشترك. وبهذه المناسبة أكد وزير العدل محمد أوجار أن المكانة الروحية لجلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين تشكل ضمانة للترويج لإسلام معتدل ومتسامح. أشكال التطرف والتكفير والعنف التي للأسف الشديد ارتبطت في السنوات الأخيرة بهذا الدين الكبير لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالإسلام، والمغرب كدولة إسلامية منخرط في المجهود الدولي لمحاربة التطرف وفي المجهود الدولي لمحاربة كل أشكال العنف، للتأكيد على أن الإسلام لا يقبل العنف ولا يقبل التطرف وينتصر لقيم التسامح. وتنظم هذه الندوة على هامش الدورة 12 لحفل التسامح الذي دأب منذ سنة 2005 على استضافة العديد من الفنانين المغاربة والفرنسيين إلى جانب فنانين عالميين من أجل التغني بقيم السلام والتسامح والعيش المشترك.